أعزائي مشاهدينا، صباح الخير عليكم والضحكة الحلوة والابتسامة اللي بجد. أهلا بيكم في برنامجكم شارع العرب في حلقة جديدة من البرنامج. الحلقة النهاردة بتتكلم عن حاجة بتستناها كل ست بفارغ الصبر. الحلقة النهاردة مميزة، بتتكلم عن الميك اب وعن الجمال. في الحلقة النهاردة هنعرف كل حاجة تخص الميك اب، وكمان ازاي نقدر نعمل ميك اب لنفسنا بشكل عملي. ميك اب يناسب الجامعة والشغل، اي مناسبة احنا رايحينها، وميك اب نهاري. كل ده هنعرفه معانا ومعاكم النهارده خبيرة التجميل والميك اب استاذة رحاب محمد. اهلا بيكي يا استاذة رحاب. اهلا ياسمين، اهلا بيكي، نورتي البرنامج جدا والله. شكرا حبيبتي. عايزين نعرف منك النهارده شوية اسئلة عن الميك اب وعن ازاي نعمل ميك اب لنفسنا. عايزين نعرف بقى كل حاجة عن الميك اب. يعني اول حاجة عايزين نعرفها اسماء الميك اب، بما اننا بقى في فصل صيف والدنيا بتتلخبط مع البنات، بتيجي تروح الشغل الجامعه تقول لك الميك اب بتاعي بيتبهدل بيبوظ من الحر بيسيح. عايزين نعرف ده كله منك واسماء الميك اب الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الميك اب المفروض واحنا رايحين الجامعه اصلا بيبقى فيه انواع معينه بنحطها، يعني مش بنحط بقى ايه يعني طبقات ونحط حاجات كتير على وشنا ونروح الجامعه، ما ينفعش. يعني لازم طبعا نحط حاجات خفيفه بسيطه بحيث ان هو يبقى الميك اب يعني ظابط معانا، بحيث يعني نروح ونيجي يعني شمس بقى وجو وحر فوسط زمايلنا ونروح ونيجي، العرق ايوه بيخليه فعلا. يعمل كيك يعني يبقى يعني ايوه انا بحس في بنات بتبقى نازله اصلا طبقات الجامعه، بيحطوا طبقات. ايوه حاطه فول ميك اب، اللي ايوه هي ايوه مش ايوه ميك اب جامعه لا 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 طبعا بطريقه يعني طبعا. كتير اوفر. الصبح المفروض واحنا رايحين الجامعه او الشغل بنعمل حاجات خفيفه جدا، يعني مثلا كفايه قوي ان احنا بشرتنا تكون نظيفه جدا الاول، بنحط برايمر مثلا اللي هو بيثبت الميك اب في المسام، وبشرتنا اهم حاجه تكون نظيفه، عشان بشرتنا لو مش نظيفه وطلعنا بيها هيطلع بقى مشاكل حبوب بقى والشمس تعمل تصبغات. وطبعا ما هو الفاونديشن اللي احنا بنحطه دوت الشمس بتيجي وكده، فبيبقى كميه الشمس لما بتيجي عليكي بتسمرك اكتر، ايوه فعلا. انت ما انتش هتطلعي بقى يعني بالكميه دي كلها وهتبقي بقى يعني هيسيح وهيبقى شكله مش حلو خالص، يعني انا بشوف هي اصلا ساعتين بالظبط وهتبقى شكلها مش كويس بالظبط، خالص. انا بشوف البنات بيغيروا الميك اب كتير جدا، تمام تدخل كل شويه كل ساعتين تغير الميك اب لانه بيسيح وبيسمر وبتبقى شكلها مش هو لطيف. هو المفروض ان احنا نعمل ايه الصح اللي احنا هنعمله، يعني المفروض احنا بنحط برايمر حاجه كده انه خفيف كمان على الوش، يعني يا دوبك نحط كونسيلر نداري الهالات اللي تحت العين وجماعه بالراحه، يعني مش كتير كده زي ما بشوف، لا يعني يا دوب وطبطبه كده، يعني بالطبطبه بالراحه بتظبط معانا تحت العين فوق العين، نحط ماسكارا شادو خفيف طبعا طبعا انت بلاشر هتورينا ده كله على الموديل اكيد في ان شاء الله بعد الفاصل ان ان شاء شاء الله الله بامر الله. باذن الله. طب انا عايز اعرف منك، هو اصلا يعني قبل ما انزل اشتري ميك اب المفروض اعمل ايه؟ انا واحده مثلا مش بحط ميك اب، معرفش تمام اي حاجه في الميك تمام اب، عايزه انزل اشتري ميك اب، كتير السؤال ده المفروض اعمل بيتسأل ايه بقى؟ اشتري ايه؟ كتير وبناء قوي. لازم اعرف ايوه بشرتي وهي مختلطه ولا جافه ولا دهنيه، وبناء عليه بشتري. في بنات كتير بتقعد تسالني تقولي انا اجيب ايه، انا رايحه دلوقتي الجامعه، انا رايحه مثلا خارجه الصبح، انا رايحه شغلي، طب انا اعمل ايه، اجيب ايه، المهم قوي قوي ان انا اجيبه بس احتياجاتي بس. يعني طبعا ما تشتريش بقى طبعا تروح تجيب بقى حاجات كتيره وملهاش 30 لازمه، لا احنا نجيب مثلا ايه الحاجه المهمه جدا، يعني مثلا يعني نجيب الكونسيلر ده اهم حاجه، انا بحس انه ده اهم حاجه، ايوه بيكنسل الهالات اللي تحت العين بطريقه حلوه جدا. فعلا، بيدي نضارة يعني يعني حلوة هو جدا. بينور وشك، يعني مش لازم نجيب حاجات كتير يا جماعه، يعني ومع ماسكارا مثلا خفيفه بلاشر روج جميل كده اللي يناسب بشرتك واللي شكلك انت، ما ايوه تتصنعيش الصبح اي حاجه وبلاش رسم، رسم الرسم ده يا جماعه والله بيغطي ملامحنا، واحنا نكون بطبيعتنا الصبح على قد ما نقدر، انت بتروحي وبتيجي وبتركبي وبتنزلي. ف معانا اتصال تليفوني، هستأذنك يا رحاب. اتفضلي اتفضلي. ايوه معانا هايدي من القاهرة. ايوه ايوه يا هايدي معاكي، انا كنت بس عايزه استفسر عن حاجه، مش عايزه اتفضلي استفسر حاجه عن حاجه. اتفضلي معاكي. هو انا عندي 22 سنه، تمام. تمام. مش بحط ميك اب كتير او كده، بس في اي مناسبه لما باجي احط ميك اب بيبقى الفاونديشن مغير وبحس ان بشرتي جافه اوي، مش عارفه اتعامل معاه. تمام. طب فا يعني انت عايزه انت تعرفي السؤال دوت من رحاب صح؟ ايوه
تمام ماشي يا هايدي، هي هترد عليكي دلوقتي. تمام. بشرتها جافة، ايوه هي البشرة الجافة احنا يعني بتحتاج مننا ترطيب، يعني بترطبي البشرة اصلا بالليل قبل ما بتنام، بترطبي البشرة بتديها حقها، هي ناشفة. فيعني ان احنا غلط ان احنا نسيب بشرتنا يا جماعة، ما نهتمش بيها. المفروض اصلا في حاجات نعملها كل يوم ان احنا نحافظ على بشرتنا. تمام مش هتكبري قبل اوانك، مش هتعجزي بسرعه، شبعي بشرتك، يعني حطي كريمات تناسب بشرتك، كمان مش اي حاجه كمان يا بس جماعه. انا عايزه اسال سؤال، هو افضل انواع البشرات ايه؟ يعني الدهنيه ولا الجافه ولا هي كل المختلطه؟ حاجه لها حق يعني جمالها، البشره الدهنيه والبشره، بس هي البشره الدهنيه صعبه جدا في كل حاجه بصراحه، في الميك اب، في تثبيت الميك اب، في تفاصيل كتيره ما بنيجي نشتغل فيها عايزه شغل، غير البشره المختلطه دي كويسه يعني، والبشره الجافه برضو يعني الى حد ما كويسه جدا برضو. تمام الحاجات دي احنا بنعرف، بس البشره الدهنيه من اصعب انواع البشره بنشتغل فيها، بتعوز مننا بس يعني مجهود شويه، ان هي عشان الميك اب ما يسيحش، بنبقى عاملين بقى حاجات كتير عشان ايه يعني نشتغل عليها اكتر يعني. تمام قلتي لي في السؤال اللي قبل كده ان انا لازم اعرف بشرتي ايه، بناء عليه بنزل اختار الميك اب بتاعي. تمام. طيب انا عايزه اعرف ايه برضو، في حاجات بتحير بنات قوي، الفرش. انا عايزه احط الميك اب، طب احط اختار الفرش ازاي؟ ايه الادوات بتاعتي؟ ايه الحاجات اللي بفرد بيها الميك اب على وشي؟ بختارها برضو بناء على ايه؟ والله بصي، والله السؤال ده ما صعب خالص، ان هو اصلا اي بنت ده حاجه سهله مش صعبه، ان ازاي تختاري الفرش. سيبك بقى من الفرش خالص، مثلا انت دلوقتي عايزه تحطي ميك اب لنفسك، عندك فاونديشن عايزه تحطيه، انت طبعا مش هتحطيه بايدك، هتحطي ببيوتي بلندر، سهله جدا. هتحطي بفرشه، فرشه يا بيوتي بلندر، انت بتحبي تستخدمي ايه، انت بتعرفي ايه، انت ايه اسهل لك يعني، انت ما تصعبيش الدنيا على نفسك. هي بس تمام في ناس كتير ما بتعرفش تدمج كويس بالبيوتي بلندر، فتقول لك لا انا همسك الفرشه وهعمل لنفسي، هعرف اعمل لنفسي يعني بيها. فدي تقول لك يعني في ناس ترتاح في دي وفي ناس ترتاح في دي بس يعني. انا بحس ان في مشكله قوي في ان الناس، يعني البنات لما بتيجي توزع مثلا الميك اب على وشها او الفاونديشن، بتوزعه بطريقه غلط على البشره، طبعا بتحسي بقى ان هو في حتت متوزع فيها بطريقه صح، في حتت مبقعه، وفي حتت لا لا فيها لا، لسه. اي حاجه في بشرتنا محتاجه دمج، ومحتاجه ان احنا نوزعها صح علشان ما تبقعش، علشان ما يبانش حاجه فاتحه حاجه غامقه، لا احنا نوزع صح، تمام ونوزع ايه يعني بطريقه، يعني مثلا بيوتي بلندر ليها طريقه في المسكه، ايوه ولازم انا هوريكي يعني انا بعملها ازاي، وان هي تبقى معايا منديه ازاي، ما تبقاش مثلا ولا مبلوله ولا ناشفه. هي ليها ماسكه وليها طريقه، اللي هي لو عملتها صح يعني بشرتها كلها هتتشرب في الفاونديشن، هيبقى كله موحد، مفيش حته فاتحه، اوكي مفيش حته غامقه. اوكي طب كنت عايزه اعرف منك كمان، دلوقتي بنلاقي في مشكله قوي مع كل البنات وكل الناس، تقول لك هو انا هنزل اشتري ميك اب، الميك اب غالي قوي، اشتري ميك اب او فاونديشن ب 400 500 جنيه عشان احطه على وشي، وكل حاجه براندات براندات، لا طبعا الموضوع غالي معاها جدا. ايوه، فهو كل حاجه لازم نشتريها في الميك اب لازم تكون غاليه، في ولا في حاجات معينه لازم يعني نستغنى عنها او نستخدمها غاليه بس؟ بصي، هو مهم قوي ان احنا نحافظ على بشرتنا، اهم حاجه، اهم حاجه. سيبك بقى من حته غاليه دي، ان احنا يعني بشرتنا يعني اول حاجه بتتحط عليها مثلا المرطب او البرايمر، دول لازم يا جماعه تبقى حاجه براند، حاجه نظيفه. ايوه في الفاونديشن برضو لازم يكون يعني نوعا ما براند، بلاش بقى الكوبي، عشان الكوبي برضو ليه مشاكله. ايوه فاحنا الحاجه اللي هتبقى مباشره على بشرتنا لازم تبقى يعني شويه يعني تكون كويسه، حفاظا على بشرتها، لو اللي هي خايفه على بشرتها. لكن في ناس بتسترخص فبتجيب اقل وسعر اقل، فيعني يعني بس ده غلط مش صح يعني. طب ايه اكتر حاجات يعني البرايمر والفاونديشن، ايه تاني حاجات ممكن اجيبها غالية وما هو بس اول حاجتين مثلا اللي احنا بنحطهم، اللي هم الطبقات اللي بتتحط في الاول على واظن الماسكارا كمان ان هي لازم تجيبها غالية علشان رموشها. يعني، هي المسكرة دي اختياري يعني شوية، بس هي اقرب حاجة للعين. انا دايما اقرب حاجة للعين، سواء كحل، اي حاجة تقرب من العين لازم تكون فيها يعني تكون كويسة، يعني ما تكونش اي حاجة، ايوه ما تنفعش اجيب حاجة كوبي اقرب منها من رموشي ومن عيني وبهدل عيني. طب وانا ليه، ما ممكن نجيب لي يعني تجيب حاجات تانية مش كويسة في عيني، اضرار يعني. تمام انا عايزه برضو اعرف منك سؤال، فيه بتساله كل الناس يعني والبنات بالذات، طبعا كل واحده بتبقى حقها ان هي تطلع جميله وتنزل شغل جميله وتروح الجامعه جميله، ازاي هي مثلا تعمل ميك اب لنفسها حتى لو
مش مقتدرة ماديا تمام ان هي تجيب كل الحاجات ديت وتجيب كل انواع الميك اب دوت، وفي نفس الوقت تظهر بلوك كويس وهي رايحة الشغل او هو الجامعة. يعني هو في برضو كان زي ما بقول مثلا في براندات وفي حاجات اسعارها يعني عاليه قوي، وفي حاجات والله اسعارها يعني مناسبه والله، ونقدر كلنا نستخدمها. يعني بصي يعني مش لازم تجيبها مثلا تروح، لا انا لازم اجيب المكان ده، في براندات ولازم اجيب يعني الحاجات باسعار غاليه علشان هي مش قادره هتعمل ايه، انا مش حاسه هتعمل ان ميك في اب. بنات بتبقى مهووسه بالبراندات دي، ايوه فعلا، اللي هو لا انا جايباها من تشتري كذا الحاجه ومن مكان. حاجه واتنين طب وليه انت ممكن تشتري حاجه واحده او حاجتين وتعملي بيهم لوك ما حصلش، زي مثلا باليت واحده ممكن فيها بلاشرز، انا هوريكي برضو حاجات بسيطه جدا نقدر نستخدمها ممكن نعمل لوك كامل بيها، ايوه ما نقصش اي حاجه خالص، فيها احنا كونسيلر عايزين فيها نشوف الكلام دوت بلاشر، بشكل عملي. هوريهولك يعني هنشتغل. طيب ماشي. طب انا برضو يعني من الحاجات اللي بشوفها، احنا في فصل الصيف الميك اب بتاعنا على طول بيتبهدل، على طول بيبوظ. ايه اللي يخلي الميك اب معايا ثابت لحد اخر اليوم، مش كل شويه ادخل حمام اظبطه وامسحه؟ تمام، احنا اول حاجه لو انت خارجه الصبح مثلا وعايزه الحاجه يعني ميك اب ثابت، انا دلوقتي يعني بشرتي مترطبه تمام، البرايمر على فكره بيثبت الفاونديشن كويس، تمام. بعد الفاونديشن ما بتظبطيه برضك على بشرتك، اللي بيثبت الفاونديشن الباودر. بصي هو كل حاجه اوكي. ليها حاجه تثبتها انت كل ده هتوريهولنا بشكل عملي ان معانا. شاء الله. ايوه طيب معانا استاذه هبه، نستاذنك. استاذه هبه من الشرقيه، الو، السلام عليكم، اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ اتفضلي يا استاذه هبه. الحمد لله. اتفضلي، سؤال ممكن حضرتك ايه؟ اكلم رحاب؟ رحاب مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا رحاب، عامله ايه؟ اهلا بيكي يا هبه، على فكرة أنا من الغربية مش من الشرقية. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا حبيبتي. على فكرة أنا رحت الرحاب كذا مرة، في أي مناسبة كان الميك اب بتاعها بيثبت جدا يعني. اهلا بيكي يا هبه، اهلا بيكي. أنا يعني شغلك ممتاز جدا، ومش عارفة أقولك إيه، بس بصراحة يعني تسلمي يا هبة يا رب، ربنا يوفقك في حياتك يا رب. و شكرا يا هبة، شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا يا هبة. شكرا يا استاذه هبه. هي فعلا والله بجد شغلها حلو جدا، حتى انا برضو قبل ما ادخل هي اللي كانت عامله لي الميك اب، عجبني جدا جدا يعني. فتسلم ايدك بجد، تسلمي يا حبيبتي، تسلم ايدك يا رحاب. ميرسي يا حبيبتي. كنا عايزين برضو نعرف منك السؤال دوت، انت قلتي لي ان احنا في حاجه بتتحط بتثبتها حاجه تانية، بتثبتها حاجه تالتة عشان نفضل لحد اخر اليوم كده. ايوه بصي، هو انا طيب عايزين نعرف برضو البنات اللي بتيجي بقى تحط ايلاينر ورسمه العين، ازاي بنحدده؟ يعني في عند تلاقيها واسعه قوي، في عند تلاقيها ضيقه قوي، ودوت احنا ما بنعرفش السؤال ده نحدده. كتير جدا جدا دي بيجي اصعب لي. حاجه بلاقيها في الميك اب ايوه تقريبا. يعني احنا اللاينر بتاعنا هنا ياما طويله هنا ياما قصيره، ايوه مش مظبوط من هنا، عنا دي واسعه عنا دي ضيقه. هو بصي احنا هي يعني انت المفروض وانت بتحطي اللاينر بالذات اللاينر بتبقي واقفه كده كده قصاد المرايه كده، اظبطي ايوه بقى انت يعني اظبطي اظبطي عين اظبطي التانيه على العين دي، يعني مثلا اظبط ايوه دي وبعد كده هظبط دي على دي وانا باصه كده معظم الناس تقول لك انا ما بعرفش املك العين ماسكه التانية. ماسكه مرايه ازاي واقفه ازاي، اقفي قصاد مرايه اقفي قصاد مرايه وبالظبط كده، هي دي الغلطه الوحيده. انا واحدة ما بعرفش اعمل ايلاينر خالص. هو رسمته سهل جدا على فكره، مش صعبه خالص، يعني هو رسمته سهل. انت لو مثلا في الاول مش عارفه تمسكي مثلا اللي هي مثلا فرشه دبلاينر، امسكي مثلا ايه، امسكي قلم، القلم سهل ايوه جدا، معظم المبتدئين بنات بيقولوا كده. كلها بيمسكوا قلم اسهل لهم بكتير، فبيرسموا بسرعه وما بيغلطوش، هو سهل ايوه جدا في مسكته وما ما بيسحش بقى وما بيشرشرش وما يعني سهل عن الفرشه، الفرشه صعبه جدا، الدبلاينر صعب اللي هم مش عارفين. ايوه بس طيب هو برضو معظم الناس تلاقيها رسم الايلاينر وجايباه بخط كده سحبه كبيره لورا، هي بتلاقي السحبه دي على كل البنات لا طبعا، لا ولا ده انا لا بحددها لا ازاي؟ لا طبعا لا، هو على حسب الشاد ورسمة العين اللي احنا رسمناها بنطلع اللاينر بتاعنا، عايزين نطلعه بسحبة، ما هو السحبة دي على اساس رسمة عيننا احنا عاملينها ايه، في حاجة اسمها يعني في كذا رسم، في كات ايز، في رسمة يعني في حاجات في السورهات كتيرة جدا، ما بنيجي نرسم كل رسمة عين مش زي التانية، اللي تناسب وشي أهم حاجة، أنا عندي اللي تناسب الموديل أو اللي تناسب العروسة أو اللي تناسب اللي قصادي، هي تناسبها إيه ميك اب فأنا بعمل لها على أساس اللي يناسبها، ما تمام برسم لهاش رسمة يعني ملهاش علاقة بيها يعني. تمام
تمام. طيب والشادو كمان، الشادو لما بنيجي نحط اي شادو بتحس البنات مش بتوفق الالوان، او مش ايوه بتعمل ايوه دمج ايوه صحيح للالوان، ايوه او مش بتعرف اصلا تحطه عشان تظهر ان هي تشوف الطقم بتاعها ايه وتختار له اللون المعين فيطلع هو اللوك المفروض كويس. اصلا اقرب حاجه مثلا للطرحه اللي احنا لابسينها، يعني الطرحه، نركز في الطرحه. لو انت مثلا هتوهي في لبسك اختاري حاجه مناسبه للطرحه، عشان دي اقرب حاجه لوشك واقرب حاجه لعينك، ايوه فهي دي مكياجنا كله على اساسها، هي يعني هيظبط معانا اكتر. اوكي. طيب احنا عايزين برضو نعرف، احنا بقى ما بنروح بتبقى بشرتنا بقى خلاص تعبت من كتر الميك اب، تمام ايوه عايزين نشيل الميك اب ده ونرجع بشرتنا النضارة تمام. وتتنفس وانها كده بشرتنا كويسة ما هي دي كده، بقى اللي انا بقولها بقى، المفروض عشان بحسها انا بروح بشيل الميك اب بحس ان احنا بشرتي ايه المفروض ده. يا جماعه لنا كورس يومي في اليوم، يعني بالليل ده يعني احنا نريح بشرتنا من اي حاجه خالص خالص، ولا لينسز ولا رموش بقى ولا اي حاجه على بشرتنا. بشرتنا دي تبقى نظيفه جدا لو مثلا نرطبها بقى، يعني نرطبها، هي محتاجه ترطيب، تمام. محتاجه ترطيب مثلا ونريحها بقى من اللي احنا بنعمله فيها طول النهار ده. ويستحسن مش كل يوم، مش كل يوم نحط ميك اب، يعني احسن حاجه يعني احنا مثلا في الخروجات، في المناسبات، في الايام العاديه مثلا لو كونسيلر بس كده مثلا وماسكارا، اي حاجه تداري انا بس. بشوفها حاجات تبقى لطيفة يعني. اه جميله جميله، بتبني طبيعيه، وقمر كده وانت ماشيه ايوه طبيعيه، ما فعلا. انتش عامله يعني ما انتش حاطه بقى كذا حاجه وماشيه كل يوم كل يوم، لا انت تسيبي الحاجات دي للمناسبات، للخروجات اللي هي لازم يعني كده. تمام. في سؤال برضو كمان، في بنات كتير تقولك انا حطيت خلاص ميك اب والدنيا ظبطت معايا بس انا عندي في بقع او مكان حبوب بقع او عندي حبوب اصلا، فهي بحط الميك اب وبتفضل برضو باينه، فاداريها ازاي؟ لو هي يعني مناسبة عايزة تروحها وعايزة تداريها، طبعا في حاجات دلوقتي خفي عيوب، في حاجات تقدر تداري بيها الحاجات دي على فكرة، كلها موجودة دلوقتي. الميك اب مجاله بقى مفتوح جدا جدا، ولو دخلتي بقى يعني هتتوهي في الحاجات دي كلها. بس في خفي عيوب، بيداري اي حاجة في الوش، يعني ما بيخليش كأنه في حاجة اصلا يعني. خلاص يا رحاب، كل ده هنشوفه النهارده ان شاء مع الله الموديل بعد ان شاء الله. الفاصل. استنونا بعد الفاصل هنشوف ده كله مع رحاب بشكل عملي على الموديل اللي معاه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، دلوقتي هنشوف بقى بشكل عملي ازاي رحاب هتعمل لنا على الموديل القمر دي هاجر معانا ميك اب نهاري يناسب الشغل او الجامعه. عايزاكي وانت بتعملي يا رحاب تقولي لنا هو انت حطيتي ايه الاول وبعد كده بتحطي انا ايه. حطيت لها، انا عملت لها حواجبها يعني رسمتهم لها، تمام حطيت برايمر في الاول خالص، تمام وبعد كده بحط لها الفاونديشن. هدمجهولها بقى وتشوفي بتدمج ازاي، تمام والخطوات اللي انا كنت بقولك عليها واحنا قاعدين، تمام اللي هم كانوا ازاي ما بيوحدوش بشرتهم كلها، بتبقى يعني حتت فاتحه وحتت غامقه، والحاجات دي كلها هوريها لك برضه هم ازاي. تمام هو البرايمر بيثبت الفاونديشن صح؟ بيخليه ما يزحلقش، يعني بيخليه في البشرة بيثبت أكتر. تمام. ده بيتحط في أماكن معينة ولا على كل البشرة أصلا؟ إيه هو أكتر حاجة على حرف التي بتاعنا ده، بس ساعات أنا بحطه على الخدود وعلى كله، بحيث إن هو إيه، هو أكتر أماكن فيها زيوت الحرف التي بتاعنا اللي هو تمام. مناخير الأم. طب ممكن تتكلمي وانت بتعملي عشان بس وقت الحلقة ونقدر نعمل لها ميك اب بسيط وحلو. هو ده ميك اب على قد ما أقدر، هو ده ميك اب بالنهار يعني. ايوه ده يناسب الجامعه اه انا والشغل مش صح؟ ما فيهوش بقى اللي هو الحاجات السموكي بقى، والحاجات الجليتر، والحاجات ايوه. الهايلايتر، والحاجات الكتير قوي اللي احنا بنشوفها دي، ما ينفعش نعمل هايلايتر على الصبح يعني، ولا كونتورز ولا انا اي حاجه. بحسهم رايحين الجامعه كانهم رايحين فرح وبيحطوا بقى حاجات كتير جدا فوق بطريقه بعض فعلا. يعني ايه ده؟ انا قلت كده لا هي بصي اصلا بصي فوق عسوله كده ومش محتاجه حاجه اصلا ما شاء الله. انتي قلتي لي بقى بشرة هاجر ايه يعني، انتي وانتي بتساعديها ايوه ان هي تشتري الميك اب بتاعها، انتي قلتي لي ان انتي كنت بتساعديها ان هي تشتري الميك اب بتاعها، تمام. ساعدتيها بناء على ايه وهي بشرتها ايه؟ هي بشرة هاجر مختلطة، مختلطة يعني مش دهنية كاملة، يعني مختلطة يعني. هنا معرفت ان هي يعني، بس تعرفي ان هي مزيتة مثلا او بتلمع من اول هنا مناخيرها قورتها زي ما انا قلت لك. طيب هو انا عايزه برضو اعرف يعني انت بتعرفي البشره المختلطه كده بحرف التي ده؟ تمام ايوه زي ما انت عملتي كده، تمام. هي بتلمع حتى لو هي ماشيه شويه فيها خلاص. زيوت شويه، اه هي بتلمع، هي اصلا ماشيه بتلمع. بدات تجيب لها الفاونديشن وكل حاجه بناء على البشره المختلطه.
تمام، انت بتبداي تعملي ايه بقى دلوقتي بعد ما حطيتي الفاونديشن؟ بثبت لها الفونشيب بودر تثبيت يعني بس. ده علشان يطفي برضو لمعة الفاونديشن تقريبا صح؟ تمام، ويثبته يعني برضو. هو البودر اللي انت بتحطيه ده البودر الشفاف اللي بيقولوا عليه ولا هو في كومباكت بودر، وفي بودر اللي هو اللوز بودر اللي انا بستخدمه ده اللوز بودر. في بقى كومباكت بودر بنثبت بيه تحت العين، وبعد ما بنخلص بنثبت بيه تحت العين، بينور حوالين العين، بينور تحت العين. طب هو الناس اللي بتستخدم البودر الكومباكت ده ايه نظامه؟ او هو عادي يعني ان احنا لا نستخدمه؟ هو ليه انا استخدام؟ بحس فيه درجات فاتحه قوي ودرجات غامقه قوي منه. هو اللوس باودر ليه استخدام. انا هحط لهاش كونسيلر. هتحطي ايه بقى الطبقه الثالثه بصي، دي؟ لا هو بس انا هحط لها كونسيلر تحت الحاجب. تمام، انا حاطه لها تحت العين وحاطه لها الفاونديشن وكل حاجه، بس ايه هنثبت برضو. انا بصراحه بحس ان اسماء الميك اب دي صعبه عليا لا. انا شخصيا. لا مش صعبه ولا حاجه والله، يعني بالعكس. لو كنت يعني انا افتكر اول ما دخلت الجامعه تقريبا انا كنت مفكره اسماء الميك اب دي مواد علميه. من كتر ما انا اصلا ما كنتش بهتم بالميك اب، او هو دلوقتي مفيش بنت في الجامعه لما بتهيألي حفظت، يعني حفظت ايوه من كتر ما هي بتتفرج على الفيديوهات بقى يعني والحاجات دي، فهي ايه حابه تشوف طول الوقت الحاجات دي فحفظتها من كتر ما ايوه هي ايوه حابه تشوف. طيب احنا كده حطينا لها الكونسيلر. اما دي هنثبت بس حاجه بسيطه كده. تمام، بالباودر برضه. يعني حاجه بسيطه كده عشان بس احط لها طبقه شادو خفيفه. على فكره يا جماعه والله هو مش هو طبقات الميك اب ولا ده بقى عملنا لو اي واحده حاجه. كده بتعمله وهي الصبح رايحه الشغل او الجامعه تقريبا بياخد قد ايه؟ على فكره مش هياخد اي وقت خالص، يعني هو مش بياخد اي وقت. اصلا بصراحه بتبقى الموضوع صعب قوي ان هي تجهز لبسها وان هي تبدا تحط ميك اب، بتحس ان الموضوع صعب. يعني في بنات تقول لك لا ده احنا هناخد وقت، ده الموضوع بيوصل معانا الساعه. ولا اي حاجه، ولا هياخد معايا حاجه بس انا خالص. بحس في بنات بتقف قدام المرايه هم 10 دقائق وبتنهي الموضوع وتلاقيها حاطه ميك اب كامل. يعني هو الموضوع تعود صح؟ تمام، هو تعود. هي بس كل ما هتحط مثلا حاجات يعني كده. انتي بتحط لها ايه تاني؟ هو البودر انا بثبت لها بس بودر، هي على اساس لابسه. احنا انتي بتحط لها حاجة على حسب لبسها صح؟ طبعا هي طبعا لابسه فاتح، يعني احنا ممكن نقدر نحط اللي احنا عايزينه يعني، بس هنجيب لها طبعا من لون انتي هتحط لها الشادو بقى، شادو. فانتي بتختاريه على حسب اللبس. طبعا. انا بقى حته دمج الالوان دي انا مش بعرفها شخصيا، فالبنات يعرفوها ازاي؟ بصي في حاجه اسمها انتي بتحطي الفاتح الاول ولا الغامق؟ اللون الانتقالي، اللي هو ايه اللي بيبقى يعني ما بين الفاتح والغامق، ده اللون الانتقالي. يعني بنحط درجه وبعد كده بنحط درجه اغمق وبندمج مع بعض، بيدوكي على فكره حاجات كويسه جدا. بس طبعا هي الصبح فاحنا هنحط لها يعني على قد ما نقدر، هي درجه 2 وخلاص، انت فاهمه؟ ايوه بس انتي انا قصدي ان احنا بنحط الفتح الاول وبعدها بندمجه بالغامق. ايوه تمام. كده هنطلع مع بعض تاني. هعرفك السموكي بقى، نطلع في السموكي اللي هو انا بتاع السواريهات بقى والحاجات اللي ان هي شاء الله ده احنا اصلا يعني منورين جدا بيكي النهارده بجد والله، منورانا جدا في شكرا البرنامج. حبيبتي. يعني عايزه اعرف كمان هو انتي العين بتاعتها واسعه ولا ضيقه؟ وبناء عليه احنا بحس في ناس عينهم بارزه كده زي ما قلت لك، وفي اللي عينيهم ضيقه قوي، بصي هو تبداي تظهريها ازاي او تخفيها في ازاي؟ انواع، كل العيون لها انواع طبعا. يعني في عين بس هي عين جحصه، هاجر. في عين مبطنه، في عين نص تبطين. ايوه على فكره الحاجات دي كلها بتفرق بقى في الميك اب. يعني الميك اب بقى اللي هي المبطنه دي احنا المفروض نبين العظمه اللي هنا، ايوه بحيث ان هي تبقى نص تبطين، تبقى عينيها باينه مش حته واحده مثلا كده. احنا عايزين نداري لو في اي حاجه في العين طبعا بنعالجها بيها، يعني في الشادو كده. ايوه يعني زي مثلا الكونتور، ما الكونتور بينحت الوش، التخينه بنرفعها، ايوه المناخير الكبيره بنصغرها كده، بينحت الوش بجد بينحت. انا بحس فعلا بنات وشها بيتغير جدا بعد ما بتحط الكونتور ده، بحس انهم عندهم خدود بعد ما بيحطوا الكونتور ما بيبقاش فيه اي حاجه. هو بيفرق معاها فعلا كتير، يعني بيفرق بعد ما بتخلصي بتدمجي. مثلا بتكلم على عينيها هي، لو احنا عاملين شادو او ايوه عاملين حاجه بتدمجي بالراحه في الدمج، يعني بتحسي ان مع ايدك مع بالراحه، مش بتتكي كده يعني بالراحه، تلاقي لا باين الشغل باين، مش بتحطي لون على لون وخلاص. لا شوفي الاول يعني اول درجه لا وندمجها هو ما شاء الله حلو ظبطت. جدا. لا عليها جدا ايوه حلو. ولايق جدا مع اللبس اللي هي لابساه قوي، هي اصلا على الصوره مش محتاجه ميك اب.
عندي كام سنة يا هاجر؟ 21. صغنونة لسه يعني. هنحط لها يعني بعد كده لاينر. نحط ايه؟ هنحط لها الايلاينر ده بقى البنات بتحطه وتقولك انا بحط عيني زي ما قلت لك، والتانية مش بتظبط معايا. بصي هقولك، هو اللاينر ده انواع، في دبل لاينر، في قلم، في زي كده، في قلم، في حاجات كتير. انت ممكن يعني ايه يعني له استخدامات كتير، بس انت هيبقى صعب عليهم لما ايوه انا يستخدموا بحس مثلا. المبتدئين لا فرشه، يقول لك لا معينة. فرشه ايه، لا يعني يعني في حاجات زي فرشه كده صعب عليهم، مش هيقدروا يستخدموها اصلا يعني خالص. تمام. فاحنا يعني بنحاول على قد ما نقدر نعملهم اسهل حاجه لهم هم. انا عايزه اتعلم انت بتحطي ازاي عشان انا نفسي ما مش بعرف احطه اصلا. بس انت اول حاجه بتاخدي نفس ما بتخرجهوش. ايوه انا سمعت والموديل الجمله دي اللي كتير. معاكي والموديل اللي معاكي هكذا، بحيث ان انت ما فيش بقى ان انت ما تتحركيش هيشرشر منك بقى ويبوظ وكده. ايوه على فكره هو مع التعود هتعرفي تعملي كل حاجه. انا عن نفسي برسمه زي موج البحر كده. لا مع التعود هتقدري تعمليه، وهيبقى حلو جدا معاكي على فكره. هو ده الريشه يعني اللي بيبقى السن ده بتاعه زي الريشه. صعب على ناس كتير، مش هيقدروا مش هيعرفوا يعملوه اصلا يعني. ففي ناس كتير ما يعني، فهو الاسهل البنات المبتدئين، في حاجات تانية اسهل بكتير. هو زي ما قلت لك الرسمه اللي بتبقى السحبه اللي ورا دي بتلاقي على كل الناس، ولا في بنات لا ما بتلاقيش هو عليهم لازم السحبه السحب. دي؟ هقول لك هو لازم السحب، مش لازم، بس مش اوفر بقى يعني. احنا نعملها مش انا اوفر. بحس في بنات بيمشوا بيها بطريقه اوفر، تحس الملكه نيفرتيتي ماشيه الصبح رايحه الجامعه بطريقه اوفر بجد يعني. بس انا بحس ان في بنات يرحب ان هي ما بتلاقيش عليهم السحب دي، اللي هو الايلاينر لازم يكون على اخر العين يعني، مش مع السحبه دي، ولا لازم السحبه ديت مع كل البنات؟ لا لا مش لازم، في عين اصلا واسعه، مش مستاهله ان احنا نسحبها بقى ونوسعها بالزياده. لا لا خلاص، حلوه ومش قوي. لازم، ومش لازم كمان نعمل لها نوسعها يعني. ممكن نعملها، نعمل حاجه حلوه قوي وفي نفس الوقت رسم تاني حلو من غير لاينر خالص، مش لازم لاينر يعني. ايوه بس الاسهل بالنسبه للمبتدئين اللي هو القلم اللي انت وريتهولي ده، تمام. تعرف تتحكم فيه اكتر من الريشه دي؟ القلم بالنسبه لها هي هتعرف تتحكم فيه. بعد ما نحط الايلاينر هتحط لها ايه تاني؟ هحط لها روج وبلاشر. عشان احنا طبعا ده بتاع بالنهار يعني، مش أيوة. هنحاول نحط حاجات كتيره. ايوه انا بكلمك على البالتات. في بالت زي كده مثلا، البالت دي تقدر اي بنوته تقدر تشتريها وتجيبها معاها في شنطتها خارجه رايحه جايه كده، فيها اكتر من حاجه يعني. للبنات اللي انت بتقولي طب مثلا لو محتاجين حاجات بسيطه او ايوه انا حاجه كنت زي كده. بسالك ان بصي لو فيها كونتور، فيها بلاشر، فيها باودر، فيها كل ده. كونسيلر، فيها هايلايتر، وفيها طب كل دي حاجه. كويسه جدا، تقريبا هي هتجيب الفاونديشن بس على في شنطتها والعلبه دي. لا دي في شنطتي على طول. ايوه دي فيها حاجات كتير جدا وسهله في الاستخدام ونظيفه يعني، البراند بتاعها كويس جدا يعني، معروف جدا، وما يعني واي حد يقدر يشتريه لا كويسه يعني. جدا. وهي براند على فكره، مش اي حاجه يعني، حلوه جدا. ايوه دلوقتي انت هتحط لها ايه؟ انا هحط لها بلاشر. البلاشر اكيد. بقى البلاشر، وما ادراك ما البلاشر. انا اول اولى كليه دي دخلت شفت نوعين من البنات، في نوع بقى بيحط زي ما انت بتحطي كده، ايوه. في نوع تاني بيجيب الروج لا انا بشوف وبيحط وبيعمل كده. انا ببقى واقفه في الحمام مش قادره امسك نفسي. لا في بنات بيحطوه بصي يعني بطريقه مستفزه يعني، ممكن ايوه يحطوه عند مناخيرهم كده ورايحين جايين. وبطريقه طب غلط طب جدا. ليه؟ لا وتلاقيها بتعمل بقى لا احنا بايديها ممكن لا يعني، هو يعني انت بتعملي كونتور يعني، طب عرفيني انت بتعملي ايه؟ لا هو يعني الحاجات اللي مش دايما ما تيجي تستخدمي حاجه يعني ما تبقاش اوفر يعني عن حدها. شوفي ايه اللي هيليق عليكي ودايما استخدميه. طبعا هنعمل هتحط لها لها ايه روج، تاني بقى؟ هنعمل لها روج بس هعمل لها حاجه ليبستيك كده يعني، حاجه خفيفه ومش كتير يعني. ما برضو الروج لازم يكون مناسب مع الميك اب اللي تمام حطاه ومع اللبس. تمام اعملي كده. ايوه ركزي يا هاجر. طب حسينا. الروج ايه اللي بيثبت الروج يعني؟ الصبح تلاقي البنت تقول لك انا بحطه بعدها اشرب مثلا كيس عصير او حاجه، او ما لاقيهوش، او اكل اي حاجه ما لاقيهوش، ايه اللي بنثبت بيه الروج عشان يفضل معانا وقت؟ هو بصي هقول لك على حاجه، احنا ساعات بنعمله زي بكونتورنج يعني، بنرسمه بقلم، او القلم ده على فكره بيثبت جدا، او بعد ما بنخلص بنحط عليه بودر بيثبت جدا
بيثبت كأنك حاطه يعني مثبت عليه، هو بودر بس كده بودر وخلاص. بودر زي اللي احنا بنحطه، لوز بودر عادي، اللوز بودر اللي انتي طفيتي لها بيه تمام لمعه الفاونديشن. هو ليه كم طريقه بان هو بيثبت بيه، يعني انتي بعد ما بتخلصي بتبداي تحطي عليه بودر وهو بيثبت. تمام تمام طب انتي ممكن تورينا؟ احنا لسه عايزه اعمل لها ال افتحي. عايزه تعملي ايه تاني؟ افتحي بقك. هو لسه فاضل حاجه تاني؟ افتحي يعني احنا وقت البرنامج خلص. انا بس عايزه اعمل لها احنا وريني كده، وريني كده ايه القمر ده؟ هو انت رسمت لها في العين التانية؟ هي رسمتها، انا اللي مش شايفه من بعيد. ولسه فاضل الماسكارا تقريبا، حطيت لها ماسكارا. انا عملت لها ماسكارا. لا هو مش باينه تقريبا. انا عامله لها ماسكارا بس هحط لها كحل، هي عينيها بتلاقي في الكحل جدا على فكره، هي عينيها ما شاء الله عليها في الكحل. خليكي معايا بقى كده. طب انا حاسه ان هي محتاجه ماسكارا، ممكن تحط لها تاني؟ احنا كده كده معانا لسه وقت. انت بتحط لها ايه ده، كحل؟ ايوه. هو درجته ايه، اسمر خالص؟ ايه اسمر. هو كل العين بتقبل الكحل الاسمر؟ انا في بنات بحس ان هي مش عينيها مش بتبقى لطيفه في الكحل الاسود. لا هي ما شاء الله عليها، ما شاء الله يعني عينيها لايقه فيها. طب ايه العيون اللي بنحط فيها الكحل الابيض ملون او الملون؟ ملون العيون الضيقه اللي هي الضيقه، هي عينيها ما شاء الله ما شاء الله، مش محتاجه توسع يعني، مش محتاجه توسع مننا يعني. طب بالنسبه لانا عينيا احط فيها كحل ايه بصراحه؟ عشان انا بحب جدا. لا انت عيونك جميله ياسمين، ربنا يخليك. عينك ما شاء الله عليها يعني. تسلمي لي يا رب، انت اللي جميله والله يرحمك. تسلمي حبيبتي. انت بتحطي ايه تاني؟ بصي هو احنا هنمشي بس الظل اللي فوق العين، هنمشي بس بيه السنه تحت العين. تمام. ده بيدي على فكره شكل حلو جدا. يعني انت بتعملي نفس اللون اللي انت حطيتيه فوق العين تحت العين، بتحددي بيه تحت العين. يعني انا بحسه فعلا على فكره مناسب جدا للصبح يا بنات، يعني مش لازم نحط طبقات ونعمل حاجات يعني. يا رب تكون كل واحده متابعه معانا كده عشان تبدا تظبط نفسها وهي رايحه الشغل او الجامعه الصبح. ايوه لان برضو كل واحده من حقها ان هي تعمل كده، بس الموضوع بيبقى متعب جدا يعني. انا واحده كسوله اللي هو اقعد احط ميك اب بقى بياخد مني وقت في الاول. تمام. اكيد الموضوع صعب في الاول صح؟ ايوه. انت عارفه ايدك بقى اصلا يعني ياسمين، لو انت يعني معوده ايدك انك تشتغلي على ايدك يعني ايه على طول ميك اب، جربي في البيت وانت قاعده في البيت، جربي مثلا ارسمي لاينر مره بيوظي مره طلعي ونزلي. المشكله بقى بعد ما بتعملي الميك اب وترسمي مثلا او تحطي ماسكارا، الزيادات ديت او الحاجات اللي بتبوظ في عينك دي نشيلها ازاي صحيح؟ اللي هي بقى الزيادات اللي بتقع حوالين عينك بعد ما بتخلصي بقى بتلاقي الميك اب باظ بسبب مثلا عملتي حاجه غلط، ايدك طلعت فجاه. بصي انا دايما بصراحه لما بشتغل طبعا انا شغاله بسرعه جدا على قد ما اقدر عشان وقت الحلقه، وعامله حاجه بسيطه علشان برضو ايه يعني مفيش وقت. لكن لو انا ببقى شغاله في شغل انا ببدا بالعين. ايوه بخلص العين وبعد كده لا احنا لسه معانا وقت، انت لسه تعملي حاجه تاني، احنا لسه معانا وقت شويه. انا عايزه اظبط لها الروج شويه. تمام احنا معاكي ولسه معانا وقت. قلتيلي لو هاجر مثلا من البنات اللي بيطلع في بشرتها حبوب، انت بتداريها بالايه؟ او في بيقع صودا مكان الحبوب مثلا؟ بصي ياسمين في مثلا احنا طبعا الحاجات دي المفروض هي يا جماعه تتعالج يعني، من بس طبعا لو مناسبه بقى ولازم وكده بنعمل خفي عيوب، بنحط خفي عيوب. بصي في حاجات زي كده يعني الاول لازم تروح لدكتور لو بشرتها فيها حبوب اوفر قوي. عروسه تروح لدكتور قبلها بشهرين تشوف جلسه. ده في ناس لا ده في ناس بتبقى رايحه تعمل ميك اب وبشرتها كلها حبوب وبايظه. المفروض لا هو في حاجات زي كده، الحاجات دي بصي يعني الحاجات دي للهاله السوداء للحبوب، دول الاثنين دول. الاورنج ده بتاع خفي العيوب؟ الاورنج هو خافي والحبوب والحاجات دي والهالات السوداء ويعني اكتر حاجه بتداري وهو والاخضر دوت فظاع يعني، بيداروا هالات سوداء حبوب اي ديفوهات في البشره. هي ربنا يبارك يا رب، هي مش مستاهله اصلا مش اي حاجه. ميك اب اصلا؟ لا والله ما شاء الله جميله جدا، وانا على قد ما اقدر اصلا مش عايزه اعمل لها حاجه. هي اموره هي عسوله كده. الناس برضو اللي بتحط ميك اب على وشها يا رحاب ووشها تلاقيه خرجت في الشمس احمر جدا، ده دي ايه؟ هو ده
محتاجه تكشف ولا دوت ايه؟ بتلاقيه احمر ووشها، وبعد ما تشيل الميك اب تلاقي وشها برضو احمر جدا. هي وشها في مشكله، ممكن تكون حاجه هي حاططها، ممكن تكون حساسيه مثلا او حاجه. لا هي ممكن تكون حاجه في حاجه منتج استخدمته وبوظ لها بشرتها، يعني عمل هو اللي عمل كده. كده احنا خلصنا ولا في حاجه خلصنا؟ كمان؟ لا خلصنا كده خلصنا. أيوة. وريني بقى، وري الكاميرا كده. لا بجد الميك اب سيمبل جدا يعني حاجه جدا. تنفع بنت في كليه او راحه شغلها الصبح، مش لازم نقعد يعني نحط أيوة. حاجات. وكمان زي ما قلت لك الطبقات الكتير غلط جدا الصبح، الشمس والجو بتاع الصبح ده ما ينفعش فيه الا حاجات بسيطه بس على قد ما نقدر يعني. ودوت بيتنيه ثابت لحد اخر اليوم؟ ثابت ولا هيتحرك من مكانه. احنا اصلا عاملين يعني حاجات يعني مش طبقات اللي هو وبالذات في الكيكي ده. الحر المشكله ان ايوه هي البنوته لما بتنزل بقى حتى بتتعرض هي للشمس. حتى لو حست ان جسمها يعني وشها عرق او حاجه مش هيتحرك من مكانه. انت عامله حاجات وحاطه لها برايمر، بصي هيتنيه يعني ثابت. طب والناس اللي بتحب تحط قبل الميك اب صن بلوك، لازم احط صن بلوك ده عشان لازم. بشرتي؟ في ناس لو طالعه الصبح ده اكيد لازم صن بلوك، لازم بحط سامبلوك. السن بلوك وبعده البرايمر يعني وبعده بس يعني شويه وبرايمر بعده كده يعني. بحطه. يعني بحطه ممكن قبلها بقد ايه تقريبا؟ يعني مثلا ربع ساعه تحطي السن بلوك، بعديها على طول البرايمر بقى، البرايمر بعد البرايمر ولازم بقى مرطب تظبطيه. قبل السن بلوك برضو؟ بصي اقول لك، احنا في الصيف ده ما ينفعش مرطب اصلا مع بشرتنا، احنا بنسيح لوحدنا. احنا بس في بشرات بشرتنا بتبقى جافه قوي. الجافه، لكن احنا المختلطه والدهنيه دي ما تحطش اصلا مرطب. المرطب ده طبقه يعني، طبقه يعني يعتبر تحت الفونديشن زي الفونديشن، هي طبقه بتساعد الفونديشن ان انت بتبنيه يعني. طيب انا عايزه اعرف منك بقى، لو احنا ما عندناش كل ده، واحده ما عندهاش كل ده زي ما سالتك في الحلقه، تمام تعمل ميك اب لنفسها وتطلع بشكل كويس قدام جوزها، تمام قدام زمايلها في الشغل، قدام اصحابها ايوه وهي رايحه الكليه، تمام. ازاي؟ هقول لك، هي ما عندهاش كل ده، ما عندهاش كل هي ده. ممكن تختصر جدا جدا. قولي لنا الاساسيات اللي هي تجيبها تمام وهي قاعده تمام تشوفنا دلوقتي. تمام احنا ممكن نجيب زي باليت، الباليت اللي انا قلتها لك دي على فكره اقتصاديه جدا. ايوه انا شفتها. ايوه طب ممكن توريها لهم تاني؟ هي براند يعني، مش حاجه اي كلام يعني، هي حلوه جدا. وعلى فكره في ميك اب ارتست كتير بيشتغلوا بيها يعني. يعني انا ينفع اقول ماركه؟ طيب ايوه عادي مش هي مشكله. من كاترس، وفيها درجات كتيره يعني، درجات اي بنوته تحب تستخدمها اصلا. انت مش هتحتاجي حاجه، انت قلت ان هي فيها كونتور وفيها انت هتستخدمي ايه؟ هتجيبي بس مثلا لو عايزه فاونديشن او حاجه هتجيبيها بس. ايوه تمام. انت بس ارفعيها للكاميرا. فيها بلاشر، فيها كونتور، فيها بلاشر، فيها برونزاج، فيها باودر، فيها كل حاجه. تقريبا كل حاجه. فيها كل يعني هي حاجه. لو انت جابت هتحتاجي هجيب ايه؟ حاجه زي ديت هتحتاجي ايه؟ ومثلا هتجيبي الفاونديشن، الفاونديشن بس. هتجيبي الفاونديشن كونسيلر لو ايوه فيها كونسيلر، والله يعني هي فيها كل حاجه. حتى ايوه ايوه هتحتاجي ايه؟ هتحتاجي مثلا قلم حواجب مثلا، ولا مصحح حواجب. في مصحح حواجب في كذا براند وفي كذا نوع. في مسكره حواجب. في بنات مش ايوه بتعرف في بنات على صحيح. فكره، في بدائل لكل حاجه وسهل جدا الدنيا يا جماعه يعني، مش صعبه ولا اي حاجه يعني. لو ما عرفتيش ترسمي بالقلم هترسمي بالمسكره الحواجب، هتعرفي ترسمي بالجل الحواجب، الدنيا سهله. ايوه فعلا عندك حق. ايوه النهارده انا كنت سعيده بيكي جدا جدا جدا. النهارده خلاص هنختم حلقتنا، كنت سعيده بيكي يا هاجر. انت كمان، ويا رب يكون الميك اب عجبكم. ده ميك اب سهل وبسيط يناسب الشغل والجامعه، تقدر اي بنت تعمله بالخطوات اللي احنا مشينا عليها ديت. وطبعا هي قالت لكم حتى لو انتم مش قادرين تجيبوا كل ده، قالت لكم على الحاجات الاساسيه اللي انتم تقدروا تستخدموها. استناكم في حلقه جديده من برنامجكم، واتمنى اشوف كومنتاتكم عن الحلقه الجايه عايزينها تكون عن ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.